السؤال الأول، يعني كثر في بلادنا أباد القبور والأضرحة الذين يستغيثون بالأموات ويسألونهم الحوائج وما إلى ذلك من الشركيات. فبعض الناس عندنا يقولون إنهم مسلمون معذورون بالجهل أو بالتأويل أو بالشبهة وما إلى ذلك من الأعذار. فما حكمهم يعني في الحقيقة؟ هل هم يعني المسلمون أو مشركون يعني؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تأكدت أنه يصرف العبادة لغير الله ويعتقد في غير الله أنه ينفعه ويضره وما لا يجوز إلا الله عز وجل، فهذا لا شك أنه يكون كافرا مؤمنا بالطاغوت، عابدا للطاغوت، لا يكون مسلم. ولكن قد يعذر بجهله، إذا كان جاهلا عنده شبهة قد يعذر، فنقول حكمه حكم أهل الفترة، نعامله في الدنيا معاملة الكافر، وأمره إلى الله في الآخرة. الذي يعذر بجهله هذا حكمه في الدنيا كافرا إذا كان مشركا، وفي الآخرة أمره إلى الله، قد يختبر. هذا الذي عليه علماء أهل السنة. أما من يقول أنه يعذر بجهله ولا نكفره، فسئل عن هذا الشيخ عبد العزيز بن باز فقال هذا جهل، هؤلاء جهال، لا يمكن ان يكون عابدا للطاغوت ومسلما في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه صار مسلما. والانبياء جميعا دعوا الى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالذي لم يجتنب الطاغوت لا يكون مسلما على دين الأنبياء. نعم.